أحباء المشاهدين، وصلنا معكم إلى فقرة من الذاكرة الرياضية. هذه الفقرة التي نسلط الضوء فيها على لاعبي الزمن الجميل في مختلف الرياضات. ضيفنا في حلقة هذا المساء أسطورة من أساطير كرة السلة اليمنية. نجمنا في هذا المساء لاعب هلال الحديدة والمنتخب الوطني سابقا في كرة السلة الكابتن محمد قائد. أنا طبعاً مواليد محافظة الحديدة، مواليد 1972. لعبت وبدأت كرة السلة في نادي الهلال في بيت الشباب، أول بدأت في 97 إن شاء الله. طبعاً هذه بداية كبداية أي لاعب يحاول. إحنا طبعاً تعتبر كرة القدم هي العمود الفقري لأي لعبة من الألعاب، وإحنا كنا نلعب على مستوى الحواري في حارة البيضاء في فريق يسمى فريق الوصل، هذا في الفريق اللي كنت أمثله في حارتي يعني. فبدأت طبعا في 97 مع الفريق كلاعب ناشئ مع المدرب طبعا القدير الكابتن عبد القادر والكابتن سعيد القرميجة، الله يذكرهم بالخير إن شاء الله والعافية، واحد منهم الآن طبعا خارج البلد اللي هو الكابتن عبد القادر في الصومال، والأخ سعيد طبعا مقعد الآن مريض في الماء في البيت. طبعا لهم الشكر والتقدير ولهم الفضل الكبير لوصول وفرض شخصية اسمها محمد قائد في كرة السلة، وهذا يرجع لالتزامي والتزام طبعا زملائي، لان كان في من زملاء كانوا في الفتره هذه فتره الناشئين، وبدانا في بطوله الناشئين في صنعاء انا ومجموعه من اللاعبين. طبعا كان السن متقارب يعني ما بين 16 الى 17 سنه، وهذا السن كان من افضل يعني، والمجموعه اللي معي هي اللي مثلت واوجدت شخصيه او لاعب كان محمد قائد في اليمن ان شاء الله. إنجازة طبعا احنا قدمنا اول ما انجاز اخذنا بطوله الناشئين لاول مره في تاريخ كره السله في نادي الهلال، وهذه كانت هي نقطه الانطلاق الى ان اكون لاعب على مستوى عالمي وعلى مستوى عربي ان شاء الله. وبدا طبعا الالتزام يعتبره اهم شيء في الحياه. طبعا انا كنت لا دخان لا سيجاره لا ذا لا قات لا، الالتزام كان نوم فقط وجري ولعب ونوم فقط. طبعا اشكر الوالد العزيز رحمه الله، طبعا ابي توفى في سنه 90، ولكن الوالد كان حتى في بيت الشباب طبعا يجي لي لا بيت الشباب يشجعنا، ومن ضمن هذيك الايام احنا طبعا بدانا باشياء ذاتيه، فكان الكوتش مثلا حق التمارين ما نقدرش نستطيع ان احنا نجيبه، كان مبلغ اصلا بالنسبه لنا كان كبير، فكان ابي يساعدنا في الحاجات الحمد لله رب العالمين. والنادي طبعا كانوا يصرفونا، ولكن كانوا يصرفونا في حاله انه تكون في بطوله او في مشاركه كان يعطي لك المسؤول. أول إنجاز لي كان في سنة 98، طبعا حصلت على المركز ميدالية البرونزية في هذاك الفترة، وطلعت أفضل لاعب في دورة في لبنان. هذا الإنجاز الذي قدمته كلاعب يعني إنجاز عربي يعني. دربت نادي شباب الجيل لفترة، دربت نادي الهلال للناشئين لفترة معينة طبعا، وحاولت أن أنا أهرب الفريق من الهبوط، بس إشكالات كانت في مع الإدارة وسبب إبعادي، فبعد ورحت دربت شباب الجيل مدة موسم في 2014. دربت المنتخب اليمني، طبعا أول مشاركة لي كانت مع المنتخب اليمني في 2012. طبعا الكابتن خضر الزاني أعطانا فرصة على أن نكون مدرب المنتخب، ومسكت المنتخب في هذه الفترة، ولكن كنت مفتقد للأشياء الأساسية مثل الخطط كيف تلعب بطريقة، فاضطريت أن أنا أطلب منه على أنه يكون في معي مدرب كبير علشان أقدر أكون شخصية اسمها محمد قائد لكرة السلة. آخر مشاركة لي طبعا كانت مع الفريق كانت في 2014. شاركت أنا الآن مع شباب الجيل في آخر مؤخرا الآن في 2019 تقريبا، شاركت مع شباب الجيل كلاعب لأنه كان الفريق يفتقد على أنه كان شيء واحد يكون موجود يعطيهم الثقة، لأنه غالبية اللاعبين كانوا كلهم ناشئين وأعمارهم ما عندهمش الخبره الكافيه، فاضطريت ان انا اكون كمدرب ولاعب في الملعب. طبعا لا ما زلت لاعب لحد الان، وما انكرش انه العمر طبعا اكيد ما عادش كان يعني مش مثل الاول، الان العمر حدود الان 52 سنه تقريبا. افضل ان مجال التدريب ولس يكون مع الفريق اللي يكون موجود فريق فعلا اقدر اشتغل عليه لفتره معينه. أنا تقريبا الفترات هي فترات متقاطعة أيضا حتى مع الإدارات، أنا ما أدربش فترة مستمرة، أكبر فترة دربت فيها تقريبا موسم 2014 مع شباب الجيل، وهي كانت أفضل فترة لي كمدرب، وهي كانت قبل بداية الحرب بأسابيع أو شهرين. نفتقد للبنية التحتية زي الملاعب، الآن معنا ملاعب مكشوفة وتم ترميمها وتصليحها، طبعا أكيد بيكون البنية التحتية للأمانة لو وجدت الأدوات ممكن أنا أقول لك الحديثة صراحة فيها كوادر
قد تكون يعني أغلبية الكوادر. إحنا من يوم ما بدأت أنا كرة في 97 من 87 إلى حتى الآن كل اللاعبين كانوا يعتبروا ركيزة للمنتخبات الوطنية في جميع الفئات اللاعبين، من سواء ناشئين شباب فريق أول، فكلهم الحمد لله مثلوا جميع الفئات هذه. ونتمنى من المعنيين أنهم يعملون حل في ذي الأمور إن شاء الله، وربنا يوفق إن شاء الله بكذا.